التوقيت 49 دقيقة لعب، زين الدين بوتمان كاد يسجل ويفتتح النتيجة بشي كورة لمن، والهدف الأول جول شماخي شماخي شماخي، هدف أول للنجم الرياضي الساحلي ياسين الشماخي، يفتتح النتيجة في توقيت 49 دقيقة لعب. ياسين الشماخي حاضر غائب ولكن يعرف من أين يأكل الكتف. ياسين الشماخي لم نذكر اسمه في الشوط الأول ولكن ذكرناه بأفضل الكلمات وأفضل الألحان مع اهتزاز الشباك. ياسين الشماخي أسبق من الدفاع والحارس بانزلاقية، يحط الكرة بساقه اليمين في مرمى الحارس أحمد العبيدي. أوه يا ياسين، قد نكون ظلمناك ولكن في عملية تجويني وأحمد العبيدي أبليت البلاء الحسن وكنت وراء اهتزاز الشباك، وأولى أهداف اللقاء والمباراة تأتي من أقدام ياسين الشماخي. واحد لطوال لا شيء بن قردين، وتشتعل هنا الشماريخ.